واهلا فيكم في حلقتنا الجديده من تحدي فيوتير الابطال. في هالحلقه راح يكون عندنا ضيف رهيب. في الحلقه الاولى تكلمنا مع احمد شو، تعرفنا على الفيوتي، تعرفنا على تحدي وكل هالاشياء اللي صارت. في هالحلقه الضيف اكيد كلكم تعرفونه، اكيد انتم كلكم متحمسين ان تعرفون تسمعون منه كلام يخص الفيوتي، يخص فيفا، يخص كره القدم، لان كلكم تتابعونه علشان هو يتكلم عن كره القدم، يتكلم عن فيفا، يتكلم عن كل هالاشياء. معانا ضيفنا للحلقة الثانية اللي مشهور بكلمة صباحو، معانا عمرو نصوحي. هلا والله عمرو. صباحو، نسيت عامل ايه يا اخبارك؟ صباحو حبيبي، شو اخبارك؟ اول شيء كله تمام. All good man. اول شيء رمضان كريم ينعاد عليك ان شاء الله بالخير والبركة. الله اكرم. سلام. طيب حبيبي كل سنة وكل الناس طيبة. ثاني شيء اشوفك انت متحمس، وراك التيم، وراك الالتيميت تيم، وراك انت من الناس جاهز. انت من الناس جاهز. اللي على طول كره القدم حياتك، فيفا حياتك، التيميت تيم حياتك. يعني اشوف الستوري عند انستغرام اشوفك قاعد تتكلم عن فيفا، قاعد تتكلم عن كره القدم، هاي حياتك. بس كده، ما عملتش اي حاجه تانية غير الكوره. بس زي ما انت عارف طبعا احنا عندنا تحدي الابطال، وعايز ابعت رساله قويه لاحمد شو، اقول له ان انا بجهز لك فريق قوي 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 قوي. فتحت الباكس بالمئة ألف بوينت وطلع لي حاجة ما بتحصلش إلا نادرا جدا، وهي أربعة تيم اوف ذا سيزن ووك اوت باك تو باك، أربع لعيبة باك تو باك تيم اوف ذا سيزن. فين طلع لي من التيم اوف ذا سيزن؟ ناس كتير قوي طلعوا لي من الدوريات للدرجة التانية، كان لعيبة مش جامدة، ولكن طلع لي من البريمير ليج أربع لعيبة. طلع لي جاندوجان، وطلع لي روبن دياز لاعب مانشستر سيتي، وطلع لي ادرسن، الثلاثه مانشستر سيتي. اعتقد ان انا ادرسن هخليه حارس مرمى رهيب، روبن دياز هخليه. طلع لي كارتين جندوجان، بعت واحد، لسه هشوف اذا كنت هبيع الثاني ولا لا. طبعا انتوا عارفين ان انا لما بتبيع لعيب بسعر معين انت بتشتري لعيبه ثانيه بسعر مختلف، وبعد كده عندي اكتر من لاعب طلعوا لي في الباكس بريتنجز عاليه فوق ال 90، وبالتالي اقدر ان انا استخدمهم في اس بي سي. في اس بي سي دلوقتي حالا موجود جاريث بيل، فافكر ان انا احط اللعيبه دي كلها. ممكن هنشوف هنعمل ايه بالظبط. جاريث بيل عشان عندي ناحيه اليمين عندي ويليان، وحاسس ان انا ويليان مش عايزه في الفريق فهبيع فهمشيه. ممكن اعمل اس بي سي جاريث بيل هنا، ان انا اقدم فرقه، يعني بتختار لعيبه من اللعيبه اللي طلعوا لك في الباكس وتسلم اللعيبه دي، فتضمن لاعب مضمون ريتنج عالي وقوي. فدلوقتي موجود بيل، والباقي كله هيكون في سوق الانتقالات بقى، هنبيع لعيبه ونشتري لعيبه ونشوف في الاخر. بال100 الف بوينت اللي عندك، هل تتوقع انك انت راح تفوز على احمد؟ اكيد مش هتوقع، ان شاء الله وباذن الله اكيد. النصر لنا، النصر. تيم نصوحي اعتقد ان جاهز. انا شفت فريق احمد، اعتقد انت بعد شفت في الحلقه الاولى فريقه، انت فريقك احسن من فريقه بمراحل. هل الطاقات ايوه يعني هو عنده قوة قوية قوي في الهجوم، هو عنده كام سترايكر كده ميتح، وهنشوف هو هيقوي دفاعه ازاي. انا عندي دفاعي قوي بدياس وادرسون، وحارس مرمى قوي، محتاج قوي خط هجومي عندي قدام جيسوس وبنيادر، بس دول كروت الجولد، عايزين نزلعهم كده ونجيب لنا واحد مبابي ولا واحد نيمار وواحد ابو صلاح عشان الدنيا كده تحلو. انا كنت اقول نصوحي بنو ابو صلاح، يعني في موضوع، يعني انت منتخب العرب، فريق العرب كله تحتاج ان عندك لاعب يكون عربي في فريقك. انا بلعب بمنتخب العرب في الفوت شامبيون بلعيبه عرب بس، ولكن في التحدي ده شو مش هلعب بفريق عرب، بس لازم على الاقل يكون في لاعب عربي يعني عشان كده. بس انا متحمس على فريقي جدا. انت في هالاسبوع عملت تحدي حق متابعينك، التحدي كان رهيب. اعتقد لازم نروح الحين نشوف التحدي ونشوف شنو صار معك وانت عملت هاي التحدي حق متابعينك. خلونا نشوفها الحين، تحدي عمرو نصوحي. يلا بيدرو مرود، بيدرو سريع، لا تضعت من بيدرو. تاني بيدرو، اي حكم فاول. تاني يلا بختار، يا نهار اسود في العرض، لا هات جون بقى، ايوه مختاريان كده. راحت التحدي، شفت الهدف اللي سجلته ده؟ التحدي اللي جايبه لكم من ايه ميدل ايست بمناسبه بطوله رمضان والرمضان تشالنج، هو انك تلعب مباراه على اي طور، مش مهم كيك اوف، فوت شامبيون، اي حاجه انت عايزها، المهم انك تسجل جول زي اللي انا سجلته دلوقتي حالا ده من غير ما تمرر ولا تمريره. طب اعمل التحدي ده ليه نصوح؟ يعني احنا هنكسب ايه؟ جاهز؟ الجائزه الكبرى هي 500 دولار
$500 من الفيفا ستور فوت بوينتس. ايوه انت سمعتها صح، $500. كل اللي عليك تعمله انك تسجل نفس الهدف ده وترفع الفيديو يا اما على انستغرام يا اما على تويتر، تستخدم هاشتاج تشالنج اكسبتد وهاشتاج اي اي كونتست وتحط الفيديو على انستغرام او تويتر، وهنتفرج على كل الاهداف والهدف الاحلى يعني الاصيع، ممكن يكون اكثر ضحكا، ممكن يكون اكثر ابداعا، سكيل موفز، اي حاجه. صاحب الهدف ده هيكسب $500 من الستور فيفا فوت بوينتس. وغير كده اسرع 50 واحد هيرفعوا فيديوهات، يعني اول 50 واحد يرفعوا فيديوهات بالاهداف دي مستخدمين الهاشتاجز دي، كل واحد فيهم هيكسب $20 من الستور. يعني في 51 فائز، طير دلوقتي حالا ارفع الفيديو بتاعك، وخليك فاكر ان المسابقه هتظل لمده 7 ايام، 7 ايام من اللحظه اللي انا هعمل فيها بوست الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي حالا ده. فطير يلا سجل الفيديو بتاعك، وبالتوفيق للجميع. التحدي رهيب صراحة، أنا أحس يعني حماس 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 حماس. 51 فائز معنا، كل أسبوع عندنا 51 فائز، وبعدين عندنا الفائز اللي أكيد راح يربح ويانا تي شيرت أو الجيرزي الموقع عليه من لاعبين ريال مدريد. إذا حابين تعرفون كيف تربحون التي شيرت، كيف تربحون هالجوائز، كل عليكم تسوونه تروحون على حساب EA شرق الأوسط على تويتر EA_ME علشان تعرفون كل المسابقات، كل الأخبار اللي تخص لعبة فيفا والألعاب الثانية من EA. عمرو، التحدي كان صعب صراحة، انك انت السنتر وتهجم بالمهاجم وتسجل هدف، كم مرة احتجت انك تعيد علشان تسجل الهدف؟ مرتين ثلاثة مثلا. الفكرة ان هو في حاجة فيفا كلنا بنعملها اللي هي بنسميها احنا اللعيبة يعني الكيك اوف جليتش، ان انا اخد الكرة من السنترة. احنا عندنا مفهوم انك اول ما تسنتر عندك فرصة كبيرة جدا انك تسجل، فقلنا التحدي نلعب على الحتة انك تشوف بقى هل هي فعلا سهلة انك تاخد الكرة من السنترة وتسجل ولا لا. والناس اللي بتعمل التحدي مسلوش زي ما قلنا اول مشتركين هيكسبوا، ولكن في واحد اللي هنختاره، فلما تروح بقى من السنطره عايزين جول صايع كده، ده اللي هيكسب $500 في الستور. عايزك تبدا بقى سكيل بتاع بالظبط كده. خلينا نشوف الحين ويا بعض ونعلق بعد في نفس الوقت على اهداف الكوميونتي. هل لي متابعينك، متابعينك من البدايه كيك؟ يا سلام يا سلام يا ولد يا عيني يا لا 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 وبعدين خد بالك من حاجه، ده بيلعب بروما كمان. بروما بيلعب بروما هاي هاي ده بيلعب بروما وجايب جول بشعراوي، ده مش سهل. هذا هذا خلاص ده هينطلق هينطلق راح ينطلق راح يمين يسار يمين يسار انا ودي احد يفر على الحارس، يعني يعدي من الحارس. لا شكله هاي قاعد يلعب مباراه الحارس لازم ادي سكيل موف. ايوه ده بيلعب ضد حد بجد فعلا، عشان احنا عارفين البطوله بيبقى ممكن تلعب اي حاجه، كيك اوف ديفيجن رايفلز في تشامبيونز، بس ده بيلعب بجد، ده بيلعب بجد. هو لعيب ده لعيب ده لعيب ده لعيب ده لعيب ده لعيب اوف خطير ده بيلعب الكمبيوتر تقريبا. احنا قلنا عادي حتى لو تخلي ايزي ده بيلعب الكمبيوتر، تخلي اميتشر تخلي اي شيء، اهم شيء اي حاجه. ايوه بالظبط. انما اللي فات ده كان هو عمل سكيل موف اهي، وادي واحده كمان عايز يعدي الحارس ما جاش عليه. اوه نايس يا ولد، صايع صايع. الاختيار هيبقى صعب، الاختيار مش هيبقى سهل بالشكل ده. واو ده هيجري ده هيجري ده عامل زيي انا جبت الجول بتاعي كده برضه. هو اخذ التحدي بالضبط، هيسوى كوبي بيست اخر عمره، قال انا بصير ناس عمره. ايوه جامد جامد. لا في فيديوهات قوية قوي شباب، حطوا الفيديوهات بتاعتكم كلها دلوقتي، في فرصة قوية تكسب $20 من ستور أو $500 $500 دولار ماني. فبالتوفيق للجميع، good luck guys، توفيق لكل الناس، كل سنة طيبين. نصحي قبل ما نختم معاك الفيديو، بس حاب أقول لحد الحين هذا كل اللي شاركوا معنا ربحوا معنا من الستور. الحين عندنا فرصة حق ناس يشاركون معنا في تحدي الأسبوع الأول، تحدي الأسبوع الثاني، وتحدي الأسبوع الثالث اللي أكيد راح تعرفونه في الحلقة الجاية. صحي كالعادة استمتع كده أتكلم معاك. شكرا لمن حبيبي. واللي ما تابع صحي حساباته كل شيء موجود في صندوق الوصف، تابعوه عشان يوصلكم كل الأخبار اللي تخص فيفا، تخص كرة القدم وكل شيء. سيو حبيبي ومع السلامة. سلام. فنشوفكم إن شاء الله في الحلقة الثالثة، كان وياكم أخوكم أحمد نشيط. لا تنسون تتابعون قناة EA شرق الأوسط، تتابعون حساباتهم على كل مواقع التواصل الاجتماعي EA_ME، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الثالثة من تحدي فيوتي للأبطال. مع السلامة.